السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. تقوله خاطرة حيكشع خاطر دول. تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. بايمر محمد صلى الله عليه وسلم خاطر دول. هو محمد عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الله. عبد الله كنتو. ابن عبد المطلب. عبد المطلب. ابن هاشم. سند هاشم خلا وهاشم من قريش. هاشم قريش تينه وقريش من العرب. قريش عرب عرب أخبو عرب أخبو العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عرب يا إسماعيل تينه بون إبراهيم كانت. نعم يعني هو ينتسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل. إبراهيم تحل حلو وانتم دايش حشج بيمر محمد صلى الله عليه وسلم. له من العمر 63 سنة. حق دنيا انشوها شي سيطري شدنا ويغنعوني. منها 40 قبل النبوة. تارغ سورك سورك شرحة شين إلش بيمر الدوس لخلهوني. 23 نبيا ورسولا. تاق بيمر إلش أولش وتتري شرع ويغنعوني. أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. إشتشين قومك وأتنوعني أدم الشجع وأتنوع جن شجع وأتنوع. لا يمكن لأحد أن يتخلف عن شريعة عليه الصلاة والسلام. تحنين بقوياتهم بوتن شريعة أروال دوزنق أروال. يدعو إلى توحيد الله. بايمر إذا توحيدك خويك شغلوني. ويحذر من الشرك. شركة نخلر بيشغلوني. ولد بمكة. مهك عبنا أوعوني وهاجر إلى المدينة. مدينة هجرة دنا أوعوني وتوفي عليه الصلاة والسلام ومات بالمدينة. إشت مدينة عاد عقل غنا أوعوني صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يلحق ما يلحق البشر يموت. إشت هون إلش إذا أدم شتنا ليش أوعوني بو أدم شتنا هم تنا تنسى دوغش دوهم بو. ترك هذه الأمة على دين واضح. نعم شي أمته أستنا دويش دول قية دول دين تعبتنا ونصو. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. الله يقدر يغوي ويتسنساني تحن فردوس يلس من عغوش طور دولش.